مساء الخير متابعينا متابعي طقس العرب في الأردن، نرحب بكم في هذه النشرة الجوية التي سنتحدث فيها عن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في عموم مناطق المملكة خلال الساعات القادمة. نهار اليوم تأثرت المملكة أو استمر تأثر المملكة بالموجة الحارة، سادت أجواء حارة نسبيا في أغلب المناطق، كانت حارة إلى شديدة الحرارة في منطقة الأغوار والبحر الميت. يتوقع أن تستمر هذه الأجواء الحارة مع بلوغ الأجواء أو الموجة الحارة ذروتها يوم الاثنين. التوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال فترة السحور تكون الأجواء غائمة جزئيا بغيوم عالية بدون فعالية، 24 درجة مئوية الملموسة، 23 درجة مئوية الرطوبة منخفضة، أما الرياح تكون غربية خفيفة السرعة بالمجمل، بالتالي السحور في الخارج سيكون ممتاز. التوقعات الجوية لباقي مناطق المملكة اليوم غد، نبدأ بالمنطقة الشمالية. كما ذكرنا ذروة الأجواء الحارة أو ذروة الموج الحارة تبلغها خلال نهار يوم الاثنين، أجواء حارة في عموم المناطق، إربد 37 إلى 23 درجة مئوية مع أتربة مثارة، نفس الأجواء في مدينة المفرق، جرش 37 إلى 26 وعجلون 35 إلى 23 درجة مئوية مع أجواء حارة ومغبرة بشكل عام. المنطقة الوسطى أيضا الأجواء ستكون حارة بالمجمل ومغبرة، الزرقاء 37 إلى 24، عمان 35 إلى 24، البلقاء 35 إلى 25، مأدبة 36 إلى 25، أما البحر الميت تلامس درجة الحرارة 40 درجة مئوية، أما الصغرى 31 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية نبدأ بالكرك 34 إلى 26، الطفيلة 33 إلى 25، الشوبك 31 إلى 22، ومعان 34 إلى 24، والعقبة 37 إلى 31 درجة مئوية مع أجواء حارة بشكل عام وأيضا مغبرة. أخيرا المنطقة الشرقية نبدأها بالأزرق 38 إلى 23 مع أتربة مثارة، نفس الأجواء في رويتشد مع 37 إلى 23، أما الصفاوي 36 إلى 21 درجة مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء.